بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. النهارده بكمل سلسله تسميد الخيار الصيفي. هو في فرق بين الخيار الصيفي والشتوي؟ اه طبعا في فرق. الفرق بينهم حاجتين. الخيار الصيفي معروف ان هو سريع النمو، وبالتالي التطور بتاع النمو بتاعه سريع، وبالتالي لازم يكون فيه كميه اسمده تتناسب مع التطور بتاع نمو الخيار الصيفي. دي رقم واحد. رقم اتنين، الخيار الصيفي انتاجه عالي وفي فتره قصيره، انه ما بيمتدش كتير يعني، تمام، وفي فتره قصيره، فبالتالي برضو الانتاج العالي ده هو لان هو مالتي فروت. دايما الصيف يكون مالتي فروت او متعدد الثمار على العقله الواحده، وبالتالي لازم يكون عندنا كميه اسمده تضاهي كميه الانتاج العاليه اللي احنا بنتكلم فيها. يعني الخيار الشتوي ممكن نجمع كل 4 ايام، الخيار الصيفي ممكن كل يوم ويوم، ودي اظن مش عايز حد يتكلم فيها كتير، بس حبيت تنوه ليه. الجزء الثاني بيتكلم من يوم ال 18 ليوم ال 24، البرنامج زي ما قلنا 1000 نبات. البرنامج يا جماعه ما حدش ياخد كوبي بيست يودي للمزارع ويقول له الا ازرع كده، لا الكلام ده ما ينفعش. اي برنامج قد يكون فيه تقصير، اي برنامج قد يتغير معاك على التطور بتاع النبات اللي قدامك، تمام. البرنامج لابد ان كميه الاسمده اللي احنا حاطينها تضاهي كميه الميه اللي احنا بنضيفها او كميه الري اللي احنا بنضيفه، والا هتحصل مشكلة ويحصل لك فيه ملوحة ويحصل مشاكل كتير، تمام. اليوم ال 18 في الأسمدة المركبة للناس المبسوطة، والأسمدة البسيطة للناس الطيبين الزحلات أو الغلابة، ماشي. فاليوم ال 18 بنقول نص كيلو جرام 2020، وابتدينا نزود في الفسفور برضو علشان التزهير يا جماعة، ان 18 يوم المفروض كويس يعني، تمام. بعد كده بنقول الثلاث حاجات اللي ثابتين عندنا الهيوميك ونطرات الكالسيوم والعناصر الصغرى. دول ثلاث حاجات ثابتين عندنا، تمام، الهيوميك ونطرات الكالسيوم والعناصر الصغرى، دول ثابتين في اي برنامج تسميد المفروض ما بيتحيدش عنه. الهيوميك احنا بنحط سيبش يوم راحه، ولكن الهيوميك بنقول عد ان هو يوم راحه، بنحط شويه الهيوميك دول يظبطوا لنا الساعه التبادليه الكاتيونيه شويه للتربه، ولو في اي اثار لاي مشكل في الجدر يعني. بنقول نترات كالسيوم برضو 1 كيلو جرام، تمام. بنقول اليوم العشرين 1 كيلو جرام 2020، نص كيلو جرام سلفات مغنيسيا. اليوم 21 نص كيلو جرام هيوميك أسيد، وممكن يكونوا 150 وممكن يكونوا 200، ما تتعبش نفسك، اللي موجود عندك حطه، تمام. بس راعي لو انت ما انتش حاطط مادة عضوية في الاول، يبقى تزود كمية الهيوميك أسيد شوية، تمام، بس كده، برضو ما تزيدش عن نص كيلو يعني. طبعا ممكن 150 جرام تمشي خالص يعني، انا مزودها هنا للي موجود، هو مش هيضر طبعا. اليوم ال 22 نص كيلو 2020 زائد 1 كيلو جرام عالي فوسفور. لاحظ ان احنا بنعلي في الفوسفور بعد ما كان نص كيلو رفعناه كيلو، تمام. 250 كيلو جرام عناصر صغرى تريد كولب او اي مركب من شركة محترم، اوعى تحت السلم يا ولد، تحت السلم المضروب ابعد عنه. اليوم ال 24 بنقول بنضيف فيه نص كيلو جرام 2020 زائد 1 كيلو جرام عالي بوتاسيوم. عالي البوتاسيوم يكون ايه اللي موجود عند حضرتك، حط نترات بوتاسيوم، ما فيش اي مشكلة خالص، ودي افضلهم. عندك 10 10 40 ماشي، 12 12 36 ماشي، حدث ولا حرج في القصص والهلوم مجرة اللي شركات الأسمدة عملها ومنزلها في السوق. طب نروح للأسمدة البسيطة والناس المساكين. 1 كيلو جرام نطرات نشادر، 1 كيلو جرام حمض فسفوريك، تمام، الأمور كده تمام معك. 1 كيلو جرام نطرات كالسيوم مش متغير، نفس الأسمدة المركبة. 1 كيلو جرام نطرات نشادر زائد نص كيلو جرام سلفات مغنيسيوم برضو. بنضيف الهيوميك أسيد برضو مش مغيرينه، نص كيلو ماشي، 150 100 ماشي، ما فيش برضو، ما عندناش أي مشكلة خالص يعني. هو احنا ما اتخلقناش بالهيوميك يعني، الهيوميك لسه لقينه أول امبارح الصبح، ماشي. 1 كيلو جرام وعلى فكرة الهيوميك أكتر حاجة مضروبة في السوق يعني، بص 99.8 و9 من 10 مضروب يعني. أنا ما برتاحش للألماني من الآخر خالص، الألماني الشكر الألماني الكيس الألماني ده اللي هو مش عارف هنلاقي عندنا نص كيلو جرام هيوميك أسيد، والهيوميك أسيد ناخد بالنا منه بس عشان فيه المضروب منه في السوق كتير، تمام.
بعد كده 1 كيلو جرام نطرات نشادر زائد 0.5 كيلو جرام حمض فوسفوريك وواحد كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. ابتدينا في اليوم ال 22 بنزود البوتاسيوم شويه، وفي اليوم ال 23 بنحط 100 جرام حديد مخلبي و 50 منجنيز و 50 زنك. اليوم ال 24 بنحط 1 كيلو جرام نطرات نشادر، 1 كيلو جرام حمض فوسفوريك، 1 كيلو جرام سلفات بوتاسيوم. بندفع بالفوسفور والبوتاسيوم والازوت في الوقت ده هو علشان نمو خضري مع بيساوي ازوت، نمو سمري بيساوي بوتاسيوم، نمو جذري بيساوي فوسفور، فيكونوا التلات عناصر موجودين للنبات. لاحظ ان الكمية ديت لابد تضاهي مية الري، وانا بفضل عن نفسي لو انت رويت الصبح، لو انت رويت الصبح الخيار الصيفي بالتسميد اديله اخر النهار ولو 5 دقايق بس، ولو 5 دقايق بس اخر النهار. ليه؟ المية مع السماد في تفاعل كيميائي كويس، فلما الرطوبة بتقل بيقل برضو التفاعل. فلو في اثار اسمدة مثلا من ري الصبح لسه موجودة في القطاع بتاع الجذور وفي قد تعمل لي خلل او مشكلة او تركيزها يكون عالي شوية، انا بالخمس دقايق بتوع اخر النهار دول بقدر اظبط التربة عندي والساعة البفرن كباستا والساعة التنظيمية عندي بتكون كويسة في وجود المية دهيا وفي وجود الحمض الاحماض وفي وجود الهيوميك اسيد. بشكر حضراتكم واتمنى لكم التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.